باتيلا ديزموتوم في هنا ثلاثة ليجامنت. باتيلا عندنا فوق اهي، بنيجي تحت الباتيلا هنلاقي هنا في الميديال، هنحس ان في تنشن تحت ايدينا هنا جوه اهو. في هنا الميدل، في هنا اللاترال. احنا هنخش هنا عند الميديا، في جروب كمان بنخش بالمشرط الاول وبليك كده اهو، وبعد كده بنقلبه كده اهو ناحيه الميديان ونشد لبره هنقطعه. تاني نخش بالمشرط اوبليك كده اهو، بعد ما نخش هنقلبه وهنقطع ناحيه الميديان كده اهو. لو احنا شدينا لبره هنقطع الميديان، الرجل كلها هتقع. خلاص، في جروب، في جروب هنا بين الميديان، بين الميديان وبين 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 الميديان، في جروب هنا بين الاثنين دول. الاكستنشن بتاع التيوبريست دي جوه هنلاقي فيه هنا ليجمنت، اسهل طريقه عشان نطلعه بين الباتيلا وبين التيوبريست اللي هنا. هنلاقي ثلاثه تندون، ثلاثه تندون عاملين كده. احنا هنحس ده هنا اهو. العمليه عباره عن ان احنا هنخش بالمشرط كده اهو وبليك كده اهو، ونقلبه على الميديال ونقطع الميديال، مش هنشد لبره، مش هنشد ناحيه الاضرار. خلاص ماشي. طب افتح بقى، افتح الرجل يا جماعه بالظبط هيك. ممكن نرفع رجل نرفعها، بس اقطع بس، خلينا مفروض زي ما هي. افتح الرجل بس، استنى من هنا بالظبط، هي هتبقى كده اهو اهي. وانا هخش هنا اهو بالظبط هنا اهو، انا ايديا دي الصباع ده هتقطع التندون اللي هنا. لا خلينا فوق، خلينا فوق، خلي صورتك على الرزق. لما حد يتكلم يا جماعه صوت عالي اهو، اتكلم يا عم اتكلم انت يا عم. احنا نفتح الاول اللي سامعني يا عم. هنخش تندون دلوقتي على المشرط. ماشي، اللي عايز يحس المشرط ويحس التندون هيلاقي المشرط جوه مش واضح، مش تحت الجلد، في تندون فوقيه، في تندون. ماشي ماشي، نخش تاني التندون اهو. هنقلب كده اهو، هنشد بره. بص كده مطرح القطع بقى، دخل صباعك الاول انت، بص الغروف ده، بص الغروف ده،